جئت بالطائرة للعمرة من الرياض محرما ولم أسمع إعلان الملاحين في الطائرة بمرورنا بالميقات ولم ألبي بالعمرة إلا قرب جدة تقريبا، هل علينا شيء فيها؟ نعم، إذا تجاوزتم الميقات بدون إحرام وأنتم ناويين العمرة وأحرمتم من دون الميقات قد تركتم واجبا، يكون عليكم فدية. العمرة صحيحة الحمد لله، العمرة صحيحة، ولكن كل واحد عليه فدية، ذبح شاة تجزي في الأضحية ويزعها على فقراء الحرم في مكة. نعم.